يا اهلا وسهلا بيكم في مدينه الشروق. النهارده جايين نعمل شغل عزل للصوت لسقف. المشكله هي مشكله الدبدبه اللي موجوده من الجار اللي فوق والاطفال عنده للجار اللي تحت. طبعا الجار الاعصاب طبعا بتتعب، الميزوفونيا زي ما قلنا بتعمل مشكله ضغط عالي، فاحنا بنعالج المشكله ديت، بنعمل طبقتين عزل صوف صخري وكمان بنعمل طبقه من الفوم بورد وبعد كده بنركب الجبسون بورد بتاعنا. لو انت مهتم بموضوع عزل الصوت في السقف تابعني في الشغلانه ديت، شوف كل التفاصيل اللي هنعملها بتتعمل ازاي علشان نوصل لجوده عاليه من عزل الصوت في السقف. تابعوني واشوفكم بعد الفاصل. من أكبر المشاكل اللي بتقابلنا في موضوع عزل الصوت هو عزل الأسقف، لأن الموضوع ده موضوع صعب جدا ومكلف كمان في شغله وفي الخامات بتاعته وفي طريقة الشغل بتاعته. علشان كده احنا بنوجد حلين. أول حل إن احنا قبل ما بنقول للعميل عايزين نعمل عزل صوت من تحت بنديله الفكرة الأسهل والأبسط والأرخص، اللي هي فكرة ان احنا ممكن نحط الفوم بتاع الكيدز اريا اللي بتجمع نحطه تحت السجادة بتاعة الجار من فوق، بتمتص شوية الصدمات. والمشكلة الكبيرة هي بتكون في العنصر الانشائي او تصميم العنصر الانشائي، السقف. المفروض ان السقف لا يقل عن 17 سنتي تخانة الى 20 سنتي، لكن طبعا الشغل السوقي الايام ديت بتكون تخانة السقف 12 او 13 سنتي بالكتير، فعلشان كده بتسمع دبة الرجلين بتاعة الاطفال على الاقل في السقف. وهنا بنكون شغلنا في شغل عزل الصوت زي ما انتوا شايفين كده، بنخش بالصناعيات بتاعتنا بنعمل افضل شغل في عزل الصوت، بنعمل الشاسيه من الصاج علشان نركب شغل الجيبسون بورد عليه ويبتدي ان هو يوزنه وزنه مظبوطه علشان ما يكونش فيه اي ميول او اي شغل بؤج او اي شغل فيه مشاكل بعد كده. بعد كده بيبتدي ان هو يركب الفوم بورد زي ما انتوا شايفين، وبعدين بيحط بعد كده طبقتين من الصوف الصخري فوق، واحنا بكده بنكون بنركب ثلاث طبقات، طبقتين صوف صخري وطبقه فوم بورد، وبعد كده بنقفل شغلنا بالجيبسون بورد. كمان بعد ما بنخلص شغل الجيبسون بورد بنبتدي ان احنا نقفل شغل المعجون. دي الطبقتين زي ما انتوا شايفين، الطبقتين من الصوف الصخري بتكون كثافه 100، ودي اقل يعني دي اكتر كثافه لازم تكون موجوده. بعد كده ممكن نحط كثافه 50 او 70 بحسب طلب العميل. طبعا الكثافات دي بتفرق في الاسعار وبتفرق في طريقه شغلها. عايز اقول لكم انه الشقه دي شقه مميزه جدا والعميل مميز جدا، العميل شخص محترم جدا، قبل ان هو يعمل شغل عزل الصوت عنده من تحت يقلل السقف او سقوط السقف على انه هو يعمل مشكله مع الجار. علشان كده احنا انتقلنا بسرعه لمدينه الشروق علشان نعمل الشغل بتاع عزل الصوت. هتشوفوا في نهايه الفيديو ان احنا ازاي بنقفل طبعا شغل الجيبسون بورد، وانا طبعا واقف معاهم. الشغل ده بياخد وقت كبير، بياخد مجهود كبير، علشان كده تكاليفه بتكون عاليه شويه. الشغل ده زي ما انتم شايفين شغل لازم يكون بدقه عاليه جدا، بنقفل شغلنا علشان ما يكونش فيه اي مشكله في الشغل بعد كده. لو انت مهتم بموضوع عزل الصوت اتواصل معايا على الواتساب على الرقم الموجود قدامك. لو انت لسه بتسمع الفيديو لغايه دلوقتي، شوف كل فيديوهاتنا القديمه هتلاقيها في قناتي، قناه ديكور على ذوقك، هتلاقي فيه حاجات كتيره جدا غير عزل الصوت، وفي طبعا حاجات جديده هتشوفوها بعد كده مستحدثه في قناتي قناه ديكور على ذوقك. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب للقناه علشان تشوف فيديوهاتنا القديمه وكل الجديد يوصل.
تمت الشغلانه الساعه 9، شطفنا ان شاء الله في شغل هنرجع نكمله ان شاء الله في الشقه قريب في عزل الغرف. تابعونا، ولو الشغل ده عجبكم ما تنساش انك تشوف كل الفيديوهات اللي فاتت في القناه، وتابعونا في شغل جديد. اشوفكم على خير، تصبحوا على خير.